السلام عليكم، عواشركم مبروكة. نتمنى بأنكم تكونوا دوزتوا رمضان على أحسن ما يرام، وعيد مبارك سعيد. بغيت ندير هاد لا فيديو باش نتكلم لكم على واحد الموضوع اللي هو بالأهمية بمكان. هاد الموضوع كيهم خاصة الناس ديال البكالوريا. من الأفضل أن الواحد يكون شاف هاد لا فيديو من يكون عنده السانكيام ولا السيزيام اني، بمعنى البريمير اني باك، ولكن اني جامي ترو تار بور بيان فير. الناس ديال الباك الا شافوه يستافدوا منه بزاف. كنتمنى ان ماكسيموم دو بارطاج باش يقدر يوصل لاكثر عدد ديال الناس، بحيث انه غادي الفيديو كيحتوي على شي حوايج اللي هي مهمه بزاف واللي تقدر تغير الحياه ديال بزاف ديال الناس. لانه غنتكلم على جوج ديال الحوايج اللي هما اساسيين. الحاجه الاولى هي القضية ديال التوجيه، والحاجة الثانية هي القضية ديال لي زيكول سوبيريور في المغرب بيان سور. دونك غنبداو بالتوجيه. مالوروزمون في الدول الغير متقدمة أو السائرة في طريق النمو، عندنا مجموعة ديال المشاكل. من أهم المشاكل اللي كتبان ليا هو أنه أغلبية ديال الحوايج اللي كنديرو كنديروها كيف ما اتفق، ما كنديروهاش بواحد الطريقة اللي هي منهجية وبواحد الطريقة اللي غتأمن لينا ان ماكسيموم دو ريزولتا بان مينيموم دي فور. والأهم من هذا هو أنه هاد الأشياء، هاد المسائل اللي قدو نديروها ولا هاد الطرق، تقدر أنه تخلينا منتيهوش اننا نشدو الطريق ديالنا ونوصلو بها لوبجيكتيف اللي بغينا، بخلاف الدول المتقدمه اللي ملي كيبغي واحد الحاجه يديروها كيف ما كانت صغيره ولا كبيره، عندهم واحد الطرق اللي كيديروها وكيستعملوا بعض الوسائل اللي تخليهم انهم يوصلوا للهدف ديالهم او لا يقتربوا انهم يوصلوا للهدف ديالهم. المهم في هادشي كامل هو انه منين كنمشي كنعرف راسي بان غنوصل لوبجيكتيف طو او طار، غادي نوصل لوبجيكتيف ديالي. دونك هادشي علاش انا غنقدم لكم واحد لو موديل اللي غيخليكم انكم تختاروا او ديروا قرارات المناسبه في الوقت المناسب وتمشيو بها للمكان المناسب اللي غادي يخليكم انكم تواجدوا في واحد تخصص او واحد العمل اللي كيناسبكم. ماشي فقط غير غادي يكون صا وصلت للسادسة او السابعة او التاسعة لقيت ادبي ولا علمي، قالوا لي دير ادبي كندير ادبي، قالوا لي ندير علمي كندير علمي. من بعد كيجي السيزيام، كاين اللي كيمشي سيونس اكسبيريمونطال، كاين اللي كيمشي ليترير. علاش اختاريتي تمشي سيونس اكسبيريمونطال؟ حيت قالوا لي، حيت فلان قال لي. علاش مشيتي ليترير؟ حيت فلان تلاقيتو داير ليترير درت بحالو ليترير. غادي نعطيكم جوج ديال الاحصائيات وغنعطيكم جوج ديال الامثله باش تفهموا الاهميه ديال الموضوع ديالي. دونك جوج ديال الاحصائيات غنبدا في واحد الدراسه اللي دارت في ليكول ديال هارفارد في امريكان، اللي درسوا فيها واحد العدد ديال الناس. سولهم سؤال بسيط، قالوا لهم من هنا 10 سنين اشنو باغين توليو ولا كيفاش باغين توليو. دونك 90% من الناس حتى في امريكا حتى في الدول المتطوره عطاو دي زوبجيكتيف فلو، باغي نولي في بوست مزيان، باغي نولي مدير، باغي نولي خدام، باغي نولي مزوج، باغي نولي ايتترا ايتترا. 10% قالوا اشياء محدده، انا باغي ندوز من ليكول ديال ام اي تي او لا من هارفارد او لا من اوتر ايكول بريستيجوز، ومن بعد 10 غادي نكون مسؤول في الشركه كذا، غادي نكون مدير في الشركه كذا. من بعد 10 سنين منين مشاو يشوفوا هاد العينات هادو بجوج، لقاو بان داك 10% اللي عارفين شنو باغين يوليو في المستقبل وقالوا داك الشيء بشكل محدد، عندهم 90% ديال الثروه العامه، الثروه اللي كرياوها داك الناس كاملين. بمعنى بقات 10% خداو اكثر من 90% من داك الناس اللي غاديين كيف ما اتفق. فحنايا المجتمع ديالنا عامر بالناس اللي غاديين وما عارفينش فين غاديين، وانا واحد منهم. غادي نحكي لكم القصه ديالي حتى انا.
الدراسة الثانية هي واحد الدراسة اللي كانت دارت مؤخرا من طرف واحد لا ماجازين في المغرب اللي سميتها كامبوس ماغ، اللي همت واخا ان اشانتيون صغير اللي هو 200 ايتوديون، ولكن لي ريزولتا ديالها كانوا غراب ما نستغربش منهم انا. هذا هو المارشي، هذا هو هكا دايرين حنايا. دونك 90% ديال الناس اللي تسجبوا، 90% ديال هاد لي زيتوديون قالوا بانهم ما عمر شي واحد تكلم ليهم على شي حاجه سميتها لوريونطاسيون او لا التوجيه. شنو هو التوجيه؟ داكور. دونك جاو خداو لا ديسيزيون غير كومسا. دونك هادو جو ديال الارقام ولا جو ديال الدراسات كيبينوا بانه امور مصيريه واستراتيجيه في الحياه ديالنا كنديروها كومسا وما عارفينش فين غادينا غاديين وصافي. جوج ديال الامثله، مثال صغير ديال البارح كنت جاي في القطار جالسين كنتكلموا بحال هكا بعضياتنا، واحد السيده تبارك الله انجينير في ستاتيستيك، سولها واحد ليترونجي قال ليها واش انت فرحانه بالخدمه ديالك؟ برافو عليها، جاوبات بصراحه، قالت ماشي بزاف ولكن على حسب داك لي نوت اللي جبت هذاك الشيء اللي لقيت. المثال الثاني هو ديالي انا جو سوي لوريا دو لو ان سي جي وخدمت في الموارد البشريه او طونك ريسبونسابل دي ريسورس هيومن. التخصص ديالي كيفاش اختاريت ليكول ديالي اللي قريت فيها اللي هي ديترمينات حياتي كامله، كنت غير غادي في الشارع تلاقيت واحد السيد في الدوريقات في الايامات ديال البوستول اون ايتي اون تران دو بوستولي لي زيكول، لقيت في يدو واحد الورقه قال لي، قلت له ديال اش هاد الورقه؟ قال لي دو لو ان سي جي. قلت له منين جبتيها؟ داني لو سيبر شفنا لو سيت دفعت جاب الله التيسير وقريت فيها. سي فريمون دوماج سي فريمون مالوغو، شي حوايج اللي هما استراتيجيين ومهمين في حياتنا ناخذهم بهذه الطريقه العبثيه والعبطيه الصراحه، واللي ماشي هذه هي الطريقه المثلى اللي نقدو ناخذ بها قرارات مهمه في الحياه ديالنا، نوطامون التخصص اللي غتقرا فيه 5 سنين او لا واحد عدد من السنين واللي غتخدم فيه حياتك كامله. داكور. دونك هادو جوج الامثله كيبينوا بان عندنا ان غرون بروبليم في هدف التوجيه. دابا ندوزو ليطاب الثانيه في العرض اللي هي شنو هو الخدمه المثاليه ولا لو بوست المثالي اللي نقدر نكون فيه. هاد لا فورمول باش الامانه العلميه خديتها من الدكتور طارق سويدان، لا هي لا لو موديل اللي غنقول لكم باش يمكن لكم تاخذوا قرارات مزيانه ومناسبه وتريحكم وتعطيكم واحد الخدمه اللي هي مزيانه وترتاحوا فيها وتعطوا فيها الانتاجيه. دونك لا فورمول ماجيك باش تكونوا منتجين في حياتكم هي المجال ديال العمل يساوي تخصص يساوي الهوايه كيساوي التطوع. بمعنى احسن حاجه ممكن تكون هو ان المجال ديال العمل ديالك هو التخصص ديالك هو الهوايه اللي كتبغي هو التطوع ملي كتبغي دير شي حاجه اودولا ديال الخدمه ديالك. داكور. مثال صغير بار اكزومبل، انا كيعجبني نعاون الناس ونتكلم مع الناس، ندير مثلا ان ايكول دو جورناليزم. داكور. دونك المجال ديال العمل هو التخصص هو الجورناليزم هو الهوايه اللي كتعجبني لو كونتاكت مع الناس وانني نعاونهم اكسيتيرا، هو التطوع نقدر ندير دي شوز اودولا ديال الخدمه ديالي على برا. داكور. اللي نقدر نوصل بها الميساج ديال ساكنه مثلا او لا شي بلاصه اللي هي اصابها حيف ولا شي حاجه بحال هكا. داكور. دونك فوالا. او لا لانفورماتيك بار اكزومبل، كيعجبني لانفورماتيك هو المجال ديالي هو اللي غنتخصص فيه، الهوايه ديالي هو لانفورماتيك، دونك نقدر نقلب نقدر نبدع فيها، هو التطوع ملي كنبغي ندير دي شوز اللي هما مزيانين نصيفط دي ميساج للناس ايتترا ايتترا. فوالا. دونك الا درتي تخصص كيف ما كان غتكون منتج، ولكن باش تكون مبدع وتجيب شي حاجه خارقه وتضيف شي حاجه للعلم وتضيف شي حاجه للامه ديالك خاصك هذه المعادله هذه. مجال العمل يساوي التخصص يساوي الهوايه يساوي التطوع. كنتمنى بان كاع الناس ديال الباك 5يام 6يام او لا حتى لي باك بلس 2 باش يديروا التوجه ديالهم للتخصص ديالهم ياخذوا ورقه وستيلو ويقيدوا هادشي اللي كنقولوا. دونك غادي نجيو لو موديل، كاين ان موديل زوين صراحه اللي نقدو به اننا نختاروا التخصص ديالنا او المجال ديالنا في الحياه ويكون الاختيار ديالنا مزيان. هاد لو موديل كيتسمى رفق. داكور. دونك فيه الراء والفاء والقاف. الراء هي الرغبه، شنو الحوايج اللي كنرغبهم انا، بمعنى انني خصني ندرس نفسي نشوف الحوايج اللي كيعجبوني الحوايج اللي ما كيعجبونيش، لي بلوس ديالي لي موان ديالي. كيعجبني نتكلم بزاف، كيعجبني نتواصل مع الناس، كيعجبني
نخدم لي مات، كيعجبني نحل المسائل الرياضيه، كيعجبني نخترع، كيعجبني نبدع، كيعجبني نرسم، كيعجبني داكور. هادو هما الرغبات. دونك باش تكتشف الرغبه ديالك اولا المجال اللي كيعجبك، سيبوزون انك في الباك، يمكن لك سوا تقرا كتب داكور، كتب على شكل انتروداكسيون ا، انتروداكسيون للدروا، انتروداكسيون للبيولوجي، انتروداكسيون للجيولوجي، انتروداكسيون للايكونومي. قرا داكشي الكتب البسيطه، تتعرف على المجالات، المجال اللي لقيتي راحته راح تكفيه هو هذاك اللي فيه الرغبه ديالك. اولا تحضر المحاضرات، اولا تسمع الاشرطه، اولا تسول الناس، سول لي زيتوديون في داك المجالات اللي باغي نتايا، سول الاساتذه، سول لي بروفيسيونيل اللي خدامين في البلايص اللي باغي تخدم فيهم نتايا. كومسا غتكومباري وتشوف الحوايج، الحاجه اللي الرغبه ديالك كتميل ليها. دونك هذا لي ليمون الاول هو الرغبه. لي ليمون الثاني هو الفرصه. الفرصه سا سير ريان انني ندير واحد الحاجه اللي انا راغب فيها وما كاينش فرصه في المارشي طرافاي انني نعطي فيها ولا نلقى فيها لو بوست ديالي. انا مثلا في ام بي كي ني با تري ديفلوبي في لاندستري نوكليير، وكيعجبني النوكليير، تقرا البرت اينشتاين وتقرا العجب لك حل اللي كاين، داكشي اللي قرينا في الباك وكثر من داكشي اللي قرينا في الباك. ولكن مالوريزمون المغرب راه ما تلقاش فيه غران شوز، تلقى فرص قليله داكور. ولكن بار كونتر الا مشيت تخصصت في ليكونومي، الا مشيت تخصص في لانجينيوري بار اكزومبل في لاندستري ديال لوطوموبيل مثلا، الايرونوتيك والمجالات الكبيره اللي متوجهه لها الحكومه والدوله، فغنلقى الفرصه ديالي تكون اكثر. هنا القاعده هي الا كنتي انجيني في شي حاجه سير ليها واخا تكون الفرصه صغيره. الا ما كنتيش انجيني في شي حاجه سير لواحد البلاصه اللي فيها الفرص بزاف، ودير راسك من الناس واجتهد. فوالا هذه الفرصه داكور. والفرصه باش تعرفوها سيروا تبعوا لي سيكتور اللي طالعين في ليكونومي ديال المغرب واللي عندهم المستقبل، سولوا الناس خاصه الناس ديال الموارد البشريه، راه كيعرفوا لي بوست اللي فيهم الريكروتمون بزاف، الحوايج اللي رايجين، وهذا لي بوست اللي غاديين وكيزيدوا، لي بوست اللي غاديين هما كينقصوا ايتترا ايتترا داكور. الحاجه الثانيه هي القدره. واحد الحاجه غديرها راه خصك تكون عندك القدره ديالها، ما يمكنش انك دير سيونس مات وانت ضعيف في الفيزيك ولا ضعيف في المات ولا كتكره الفيزيك ولا كتكره المات داكور. شي واحد اتصل بيا داكور. دونك خصك الكومبينيزون ما بين هاد الثلاثه، ولكن الرغبه اعطيها 40%، القدره الفرصه اعطيها 30%، والقدره اعطيها 30% داكور. الى شي حاجه اللي تعادلوا فيها الرغبه والقدره والفرصه، سبق اللي كترغب فيه هو اللي غتبدع فيه مزيان داكور. دونك فوالا اي مجال غتختار مثلا واحد 10 د الحوايج اللي باغي دير نتايا، 10 د الخدمات و 10 د التخصصات، غدير الرغبه تعطيها النوت، الفرصه تعطيها النوط، والقدره تعطيها النوط، وغدير لا بونديراسيون ولا دير غير لا مويان، واللي جات فيها اكثر اختارها داكور. هنا يمكن لك تختار لي زيكول اللي بغيتي داكور، ويمكن لك تختار كذلك التخصص اللي دير وانت في وسط ليكول، حيت لي زيكول الاغلبيه كتكون بار اكزومبل كاين في ان ايكول باك بلس 2، ومن بعد عاد كيتحل قدامك دي برونش في وسط ليكول داكور، بحال ليكول ناسيونال دو كوميرس دو جيستيون فيها الماركتينغ، فيها الكوميرس انترناسيونال، فيها الكونترول جيستيون، فيها الريسورس زيمان ايتترا، فيها اللوجيستيك يمكن ايتترا ايتترا. التخصصات راه متباعدين واخا في ميم ايكول، لا سا يكون فيها جيني ميكانيك، جيني الكتريك، جيني ما عرفتش بروسيدي، ولا جيني اوتر تيب بار اكزومبل دانجينيور، راه في وسط ليكول وكاين بزاف ديال التخصصات. بمعنى احسن واحد هو انه كيكون عارف قبل ما يدير التخصص ديالو، عارف الخدمه اللي غيخدم داكور، وعارف لا برونش ديالو، عارف التخصص ديالو، عارف ليكول ديالو، تكون عارف الطريق ديالك قبل ما تبدا فيها داكور. هادشي علاش الناس ديال الباك غينفعهم بزاف هاد لا فيديو، ولكن حتى الناس السانكيام والسيزيام مزيان يشوفوا وياخذوا دي نوت، كوم سا الطريقه تكون واضحه عندهم داكور. دونك سالينا من لو موديل. دابا بالنسبه للمغرب، لو موديل اللي كاين في المغرب هو لو سيستيم ال ام دي داكور. دونك ليسونس ماستر دكتوراه، ليسونس هو باك بلس 3، ماستر باك بلس 5، والدكتوراه باك بلس 8، يقدر يوصل بلس 10 داكور. الدكتوراه غير 3 سنين حتى 5 سنين. الانواع ديال لي ديبلوم تقدو دوزو بهم من الاول، الا ما كانش عندك حتى ديبلوم قريتي حد الخمسة حتى 5 ما عرفتش كيسميوها 4 9 ولا شي حاجه، يمكن لك دير لي تي كتقرا عام وتخرج تخدم، كيتسمى ديبلوم دو كاليفيكاسيون. من بعد كاين ديبلوم دو تكنيسيان تقدر ديرو بنيفو باك داكور، كتقرا فيه شي عامين. من بعد كاين الباك، من بعد كاين باك بلس 2 اللي فيها بزاف ديال الانواع. باك بلس 2 تقدر ديرها في ليستيا تاخد تكنيسيان، لا تكنيسيان سبيسياليزي الا كان عندك الباك.
BTS brevet technicien supérieur اللي تقدر تاخذو في UST. دوغ اللي تقدر ديبلوم ديال لي زيتود فونداميونطال اللي تقدر ديرو في لافاك لا فاكولتي داكور BTS ايتترا في UST. ولا لي كلاس بريباراتوار تما باك بلس 2 اللي كيأهلوك لي زيكول دانجينيور. من بعد كاين ليسونس اللي هي باك بلس 3 داكور. ليسونس تقدر تكون فونداميونطال بمعنى فيها لاسبي تيوري اكثر اللي كتأهلك بانك دير واحد لا كارير دو ريشيرش تمشي للتعليم وداكشي ودير الدكتوراه. هذا يمكن دير ليسونس اللي هي بروفيسيونيل وبالتالي تمشي تخدم بها داكور. كاين الماستر, الماستر هو باك بلس 5. كاين دي زيكول اللي هي ما بغاتش انها تسمي الدبلوم ديالها ماستر داكور, بحال على لو ان سي جي مثلا كيقول لك ان دبلوم دو لو ان سي جي باش كيبقى عنده داك لا فالور ديالو داكور. وكاين الدكتوراه من بعد ديال باك بلس 8 ولا بلس 10 داكور. دونك باش تطبيع زعيم دونك باش انك تدخل لان ايكول راه خصك دوز دي تيست. الانواع ديال تيست اللي كاينين, كاين تيست اكري, كاين لورال, كاين بسيكو تكنيك بالنسبه لي زيكول كلكو زيكول ميليتير, كاين سبور مثلا لي زيكول ميليتير كيفرضوا السبور. بالنسبه لي كريتير اللي كيعتمدوا عليهم لي زيكول كيعتمدوا على النقطه دي, كاين اللي كيعتمد على النقطه الجهوي النقطه ديال البكالوريا, كاين اللي كيعتمد على لي سبيسياليتي. كاين دي سبيسياليتي اللي كيأديو لدي زيكول, كاين دي زيكول ما تقدرش تدخل ليهم باي سبيسياليتي داكور. كاين كاين اللي كيطلب حتى لابتيتود فيزيك, كاين اللي كيطلب الطوله بحال زيكول ميليتير, كاين اللي كيطلب الكازي جوديسيير يكون فيرج, كاين اللي كيطلب حتى مثلا تكون سيليباتير بحال مثلا كلك زيكول ميليتير. فوالا دونك دابا غادي ندوزو للمرحله الاخيره في العرض ديالي اللي كتهم بعض لي زيكول. نهضروا على كلكو زيكول, الانواع ديال لي زيكول اللي نقدروا نقسمون لي زيكول دانجينيوري, لي زيكول دو كوميرس لو اس تي بون, لي زيكول ميليتير, لي فاكولتي لناس وداكشي ديال لي تياليستي. يعني نبداو بلي زيكول دانجينيور اللي معروفين بصفه عامه في المغرب, كاين ليكول حسنيه طرافو بيبليك وليمي معروفين بزاف لي سون بيان كلاسي. ليمي فيها سيستيم سيمي ميليتير كتدخل ليها باك بلس 2 بحال ليكول حسنيه طرافو بيبليك. لينيم عقلوا عفاكم على هذه السميات هادو, حاولوا تمشيو لي سيت ديالهم وتقلبوا عليهم واخذوا بلوس دانفورماسيون ومن بعد اختاروا اللي عجبتكم ليكول. ايكول حسنية طرافو بيبليك, ليمي, امي ايكول محمدية زانجينيور, لينيم, لانسا, بلوزيور انسا كاينين فيهم دي سبيسياليتي تكنيك كيخرجوا دي زانجينيور, كاملين كيخرجوا دي زانجينيور هادو. لينا ديال لاركتيكتور وكاين لينام ديال لاغريكولتور اللي كاينه في مكناس. لا بيزا ليافي. بالنسبه لي زيكول دو كوميرس اللي معروفين كاين لو ان سي جي وكاين لي سكاو, هادي بيان كلاس كاينه في الرباط وفي كازا. بالنسبه لو ان سي جي كاين شي 10 ديال لي ان سي جي الدبلوم ديالها مزيان بزاف, هو الدبلوم ديالي انا بيان سير يكون مزيان بزاف. كاين لو اس تي ولا فيس تي كيخرجوا دي باك بلس 2 ويقدوا يأهلوك دير اون باسخيل, هذه مهمه كذلك في الباك في لي سبيسياليتي دو باك بلس 5 يقدر دير لهم دوز لهم باك بلس 2 داكور. لي زيكول ميليتير كاين سوا لي زوم دو تروب هادو كياخذوهم بلا باك, لي سوز اوفيسي كيتخادو من الباك وكيقراو عامين 3 سنين, لي زوفيسي بحال لاير ام لاكاديمي رويال دو مكناس كتخرج منها اوفيسي وكتقرا فيها 4 عام. لي فاكولتي بلان سور كاين الدروا كاين سيونس ليتر فيهم فاكولتي ديال اللغات ايتترا. مي في المغرب احسن حاجه اللي قدرتو ديروا ان ايكول دانجينيور اولا ان ايكول دو كوميرس غتكون حسن باك بلس 5. حاولوا تجيبوا عفاكم الماستر ديالكم, الا ما جبتوش الماستر ديالكم في المغرب راه غتكرفصوا. بون الا كان عندكم شي اسئله حطوها في لي كومونتير نحاول نجاوبكم عليهم ونقول لكم علاش, سينو الفيديو راه ديجا راه طوال. ولكن مهم وكاين ليستيا وليتيا, ليتيا لي ديبلوم دو كاليفيكاسيون كيكون عنده غير 9 ولا شي حاجه كيقرا عام ويدخل يخدم. ليستيا كيكون نيفو باك ولا باك كيخرج تكنيسيان ولا تكنيسيان سبيسياليزي وصعيب لا بوسيبيتي باش الى وصل يوصل ليسونس, صعيب باش يكون انجينيور ابري ليستيا. فوالا لي زيكول بصفه عامه تقدر تدخل لهم بالباك اولا تدخل لهم باك بلس 2 داكور ابري لي كلاس بريبا ولا شي باسخيل مشي ايكول ولا شي حاجه بحال هكا. فوالا دونك بصفه عامه هادشي اللي كاين, خذوا لي موكلي حاولوا تشوفوا هاد لا فيديو بليزيور فوا, حاولوا تبارطاجيوه مع صحابكم باش يعرفوا حيت هادشي مهم بزاف. والتوجيه الا ما توجهتيش مزيان قال لك الى نول فون ني فافورابل بور ان نافير كي نو سي او الي
وعواشركم مبروكه. الفيديو طولت فيه ولكن كنظن مهم بزاف، حاول تشوفوه بزاف ديال المرات. الله يسهل عليكم والله يسخر لكم. ديما المغرب ان شاء الله نربحوا ايران. بون كوراج.